الرحيم، السلام عليكم. اليوم حبيت أعيد موضوع ضروري جدا، هو عبارة عن بلاستيسيتي إن أباكوس. يعني كيف ممكن نعمل وضعية البلاستيسيتي في برنامج أباكوس؟ أول شيء واحد بيسألني شو معنات البلاستيسيتي، طبعا أنا كشرحت هذا الموضوع لكن للأسف كان غير واضح، لكن حبيت اليوم أوضحها بشكل أفضل. أول شيء خليني نرسم لكم مثلا شغلة بسيطة، خليني نرسم مثلا اللي هو ده شو المقصود في البلاستيسيتي. أول شيء إحنا عندنا مثلا بيم، خلينا نقول مثلا بيم او اي شيء تعرض لقوه مثلا. البيم بعد فتره معينه راح يصير فيها عمليه ايش؟ بندنج مومنت وهذه الامور. طيب واثناء الضغط مثلا اول شيء حطينا مثلا 10 نيوتن، بعدها 20 نيوتن مثلا، بعديها مثلا 30 نيوتن الى كيلو نيوتن، كيلو نيوتن، كيلو نيوتن. في هذا لما بنعمل هذه الامور هنا الجسم بتعرض لاجهاد الاجهاد وتعرض ليش؟ لديفورمات. طيب الاجهاد منين بيجي؟ بيجي من القوه اللي وضعناها على مساحه الجسم. الديفورميشن منين بيجي؟ بيجي من عمليه الاستطاله تبعت الجسم، واللي هي عباره عن دلتا ال على ال. هذه مواضيع بسيطه واكيد الكل بيعرفها، بس انا حبيت احكي في الموضوع. طبعا كل جسم بشكل عام الحديد اول شيء بتعرض لايش اسمه الاستيك، ثم بتعرض لايش اسمه يلد، ثم بعدين بتعرض لايش التيميت، ثم بتعرض بعدها للانهيار. طيب هذه النقطة بيسموها ألتيميت كومبريجن يو سي، طبعا ايش؟ اللي هو الاجهاد. هذا خلينا نقول مثلا هذا اللي هو اليلد، وهذه نقطة مثلا الالاستيك. شو الفرق بين هذه وهذه؟ هذه بتكون خطية، طبعا واضح انه خطي لازم تكون، هذا بيكون أكثر للايش؟ لا ايش؟ يعني يكون في مش خطي، يعني بالعربي مش خطي، يعني قريب للدائرة، يعني انه يكون مش خطي. وطبعا كله بيستمر. طيب الحين هان احنا في هان الوضعيه، هذه الوضعيه بيسموها الاستيك زون، يعني منطقه الالاستيك. بعديها هذه منطقه ايش؟ اليلد. بعدها بتكون منطقه ايش؟ البلاستيسيتي. شو الفرق بين في حال ضغط الجسم؟ طلع في حاله اليلد ممكن يرجع ل 0.2، وهذا قانون موجود 0.2. يعني مثلا تكون هنا مثلا ديفارماتا، تكون ديفارماتا 0.2، يعني بقايا الديفارميشن، بقايا التشوه الباقيه عباره عن 0.2، يعني بقايا اللي احنا بنسميه الكراك او بقايا الجسم ما رجعش لحالته الطبيعيه 0.2%. طيب طب البلاستيك بيرجعش لحالته الطبيعيه، يعني بيكون اكثر من كثير طبعا، فممكن يتاثر. فبيكون مثلا اذا هذه رجعت هون، وممكن يكون مثلا اذا وقفت انت الضغط يرجع الجسم له مثلا من نشية، يرجع دغري، ممكن يرجع ولكن يرجع قليل. يعني فهمت؟ هذه مرحلة البلاستيسيتي، هذا المقصود فيها. وبعدها بيجي مرحلة ايش؟ اللي هو الفايلر، اللي هو الانهيار، فايلر الجسم، مرحلة ايش؟ الفايلر الجسم. هذه الامور لازم تكون عندك ضروري تكون تعرفها. طيب الحين الجسم زي ما كنا احنا بيتعرض لعدة مراحل، المرحلة الأولى مرحلة الاستيك، المرحلة الثانية مرحلة يلد، وفي عدة مراحل أخرى طبعا مش ضروري نفهمها، أهم شيء هذه الأمور. والمرحلة الثالثة البلاستيسيتي بارامتر، واضح احنا بنحكي عن ايش؟ عن موضوع البطون. واللي حبيت أوضح لكم إياه أن البطون أو بالتحديد من دون تسليح، شكل البطون من دون تسليح ما بيكون فيه بلاستيسيتي، لكن هذه الأمور بيعملوا فيها. ليش؟ لأن جسم اللي بتكون منه البطون من غير تسليح بيكون هش، قابل ليش؟ للكسر، وخصوصا من الشد، لان قوه الضغط فيه اكثر من الحديد، ولكن قوه الشد فيه ضعيفه، بعكس ايش؟ الحديد عند قوه الشد بيكون قويه، وعند قوه الضغط بيكون ضعيف. وهذه الامور اكيد عندكم كونكم مهندسين مدني او بتشتغلوا في هذه المواضيع. نيجي على الالاستيسيتي، كان زي ما بنعرف انه بتعرف ميجا باسكال او جيجا باسكال، هون حاطين جيجا باسكال 21.2 الالاستيسيتي، والصوره بيزن ريتيو زي ما قلت لكم بيزن ريتيو والله بيجي من وين؟ من الديفورميشن الفيرتيكال على الهوريزونتال، وبتطلع النتيجه هذه واضح موجود تحصيل حاصل بيكون اثناء عملك. بعديها بتيجي على موضوع ليش البلاستيسيتي بارامتر، بلاستيسيتي بارامتر بنرجع الحين على أباكوس. طبعا انا اخذت لكم موضوعي، كان عندي كونكريت دمج سلندر، خلينا ناخذه نعتمد نشوف شو فيه خصائص ونشوف شو فيه. زي ما احنا عارفين دنسيتي كثافة، الاستيسيتي زي ما وضحنا لكم، ولكن هذا بشكل ارقام مختلفة. نجي على الكونكريت دامج ونعرف البلاستيسيتي. البلاستيسيتي بتمرر خمس مراحل يا جماعة، هذول ما بشكل عام ما بتغيرن، يعني هذه ممكن تكتبها 40، ممكن تكتبها 30. طب اطلع هون 30، 31 مثلا، ها انا مثلا في المثال الثاني برضه 31، ممكن تحطها 40،
مش مهمة جدا. اكسنسيتيت 0.1 بشكل عام اكتبها عندي. الهادي 1.16 1.17 هذه بتختلف من نوع لاخر، مفهوم؟ هذه طبعا دائما 0.67 انا قريب للصفر، ممكن تحط 0.1 0.501 مثلا 0.0000 بعدها 1 قريبه من الصفر، لذلك بشكل عام بحطوا ايش برضه في الجسم صفر. نيجي نطلع مثلا على المثال هذا 13 وحط خصائصا نفس الشيء تقريبا، مثلا انا 1.667 نفس الشيء، وباختلاف طبعا جيت بتون نوعيه البتون بي 40 واحد ما اختلف، كله ظل نفس الشيء. فبالتالي يعني هذه مش مهمه مش ضروريه، ممكن تكتبوها بشكل عام زي ما بدكم، لكن الضروري هو لما تيجي على الكومبرير، وهذا الايش هذا اللي ايش بتاثر بايش بعمليه الجسم اللي احنا سويناه، يعني شكل الجسم اللي احنا سويناه هذا بتاثر فيه طبعا، مفهوم؟ فانا حبيت اليوم طبعا اليوم اوضح لكم شيء خلي يكون لكم شيء واضح. طبعا الحين من يجي جبت سويت انا زي ما تقول لكيت على النت، جبت لكم مثال يوضح كل شيء. اول شيء بنبلش الدمج بارامتر، انا مش راح ادجي على الدمج بارامتر، انا بدي اجي على جيف الابوكس بيشتغل. اول شيء احنا جينا كنا كومبرج نعرف ان لما نيجي على بلاستيك بتعرض اربع مراحل زي ما قلنا، كومبرج دمج تنجن دمج، عندك برضو كومبرج دمج موجود على البارامتر هذا اللي انت كده فهمه. الحين يجي على الكومبرج بيهيفر، شو معناه يعني شكل الضغط فيش بالجسم اللي احنا ضغطناه، سواء شو هو بيم كولوم اي شيء مش مشكله. طبعا هذه منين بنجيبهن؟ طبعا هذه لها قوانين. اول شيء اليلد ستريس والانيلاستيك سترين. نيجي هون لقيت مثال، نيجي هون مثلا اول شيء عندنا الالاستيك ديفورميشن والايش والستريس، هذول قوانين معروفه وكتبنا لكم اياهم. فاول شيء بتكون عباره عن القوه على المساحه، وهنا بتكون عباره عن التغيير في 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 مسافه الجسم على مسافته الاصليه، يعني دلتا ال على ال مثلا او دلتا ا على ا حسب شو انتم بتختاروا. فبنيجي الحين احنا عشان نبلش الشغل، اول شيء ان الدمج بارامتر، نجي نحسب الدمج بارامتر. طبعا هو موجود في الابوكس موجود هون، انا بتطلب منك دمج بارامتر، خلينا نحسب مع بعض دمج بارامتر. طبعا الدمج بارامتر هون والانيلاستيك سترين هذولا هذه مع هذه نفس الشيء. طيب بس هذه بالنسبه ليش زي ما كنا للكومبرجن، نرجع الجسم نفسه ونلاقي انه زي ما احنا شايفين. اول شيء دمج سترين شو عباره عن ايش؟ عباره عن واحد ناقصا الايش كومبرجن. لكن انا حبيت اعلق تعليق اضافي هون، اول شيء هذا الجسم مش ضروري يكون موجود عندك، يعني انت اهم شيء هذا موجود تحصيل حاصل هذا موجود القانون. اما هذا القانون اذا كان موجود عندك جسم وانت عملت عليه ضغط واسترجعت الضغط وبعدها عاودت عمل الضغط وقوه الضغط، فانت بتيجي هون بتيجي تاخذ الستيفنس تبع عمليه استرجاع الجسم لاصله مثلا عمليه الضغط وعدم الضغط، الضغط وعدم الضغط على ايش المودول الفلاستيك الاصلي تبعه اللي احنا زي ما احنا قلنا في كل جسم الى مودول الفلاستيك. يعني لما نيجي هون عندنا مودول الفلاستيك هي لما نيجي عندي على الابوكس عندنا وضعيه، فاحنا يعني زي ما تقول اهم شيء ان احنا ايش نوضح هذا الموضوع. فاحنا اول شيء الحين شو فبيجي بقول لك اذا ما فيش عندك هذا ومش ضروري يكون موجود، فانت بتيجي تعتمد هذا القانون اللي عباره عن واحد ناقص زي ما احنا وضحنا هون، واحد ناقصا اللي هو الاجهاد الاصلي اللي احنا قلناه من الاصل من القوه على المساحه على الالتيميت كومبرجن ستريس. شو المقصود في الالتيميت كومبرجن ستريس؟ هي المرحله النهائيه اللي بعدها الجسم بيتعرض لانهيار، تكون نقطه عباره عن نقطه، وزي ما وضحنا في الرسم هون هذه هي النقطه. يعني الحين لو نسوي عمليه او بالاحرى ليش اعطاني هذا البنت انتم سيف نيجي على البنت اللي انا دائما بستخدم البنت العادي مش بنت 3 دي، خلينا نيجي على البنت العادي نيجي مثلا نرسم هيك وبعديها نيجي نرسم واحده هيك وبعدها نيجي نرسم ايش زي ما تقول نيجي نرسم بشكل عام خط هيك وهذا الخط نيجي خط نعم احنا بدنا لو جينا رسمنا خطين وبعدها خطين 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 مثلا هذه النقطة اللي يكون فيها عندها أعلى قمة هذه بتبقى ايش بي أو بالأحرى بي سي يو وهنا بيكون عندك ايش اللي هيدا ايش زي ما احنا قلنا عنها اللي هيدا عندها إلاستيك لهذه اللحظة اللي بيكون عندها اللي هيدا اللي بيكون فيها اللي هي تاليلد ستريس يلد ستريس زي ما تقول يلد ستريس وهنا طبعا بيكون عندك ايش
مثلا تكون التيميت ليتا التيميت ايش زي ما احنا عندنا التيميت كونفرجن عمليه الضغط. ونفس الشيء للايش ايش للشد، يعني انا شو اطبق هم بتطبق على الشد، وهذا كله طبعا بيطبق في المعادلات طبعا. وهنا نيجي بنلاحظ ان هذه نفس هذه، لو نيجي نلاحظ طلع نفس النتائج لو الاناليستكس ريناسكريب نفس الجسم، ولكن الاختلاف في عنوان الستريس، ولكن احنا نحط بارامتر الدمج. هذه بارامتر الدمج زي ما طلعنا عندنا. كيف نطلع الاناليستك سترين؟ الحين بوضح لكم. موجود عندي هون لها قانون، هاي قانون الاناليستك سترين عباره عن سترين عاديه ناقصا الاستيك سترين. طب الاناليستك سترين كيف نطلعها؟ هي عباره عن القانون اللي هو قانون يونغ العادي، اللي هو عباره عن الجهد على ايش على المودل اوف الاستيك اللي احنا طبعا كتحصيل حاصل موجود لكل جسم. طبعا هي كل هذا واضح قدامكم في مثال معين انا قدمه جدا. طبعا انا بعتقد ان هي انت الامور واضحه قدامكم. نفس الشيء برضه نيجي على التنجن، نفس الشيء الكراك سترين هي عباره نفسها ان الاستيك سترين، هذه هي نفسها نفس القانون ولا يختلف. حطوها قدامها طلع هون برضه نفس الشيء، برضه عند الدمج اللي هي بارامتر نفس الشيء بتحطوها ولا بتغيروا اي شيء. هذا اهم شيء فيش، هذا اهم شيء فيش بين كنت تيجي تعرفوا مثلا اللي هو قضيه ليش كونكريت دامج بلاستيسيتي. هذه اهم النقاط انك تعرفها زي ما موضح لك في القوانين تطبق، ولكن هذا بيصير طبعا تحت اطار ايش جسم معين. وبعدين معلومه اخرى مهمه حبيت اوضح لكم اياها. طيب طب يا عمر انا مثلا بدي اعمل ايش مثلا عمليه خليني نختار جسم من الاجسام اللي عندي انا. مثلا انها صح لو جيت اعطيته مثلا كونكريت بينيت، خليني مثلا انا بدي اخذ لي خصائص هذا الموضوع. مثلا لو جيت انا حذفت هذول ديليت يس بس حذف مؤقت، وجيت قلت له يا عمي تعال انا بدي مثلا انا خليني كونكريت بلاستيسيتي خليني اخذ هذول مثلا سيف. الحين في هذه الحاله لما تيجي على البارت وترجع هون في عندك ايش ايديت كورد، انت بدك تبين الفايلر. كيف بدك توضح الفايلر؟ ضروري ها تيجي ترك نازل هون على اخر اشي في المعطيات اللي هي عندنا كونكريت تنجن دمج، تيجي بس بتعمل انتر تحط ضرب اشارة الضرب الموجودة تكتب كونكريت بعديها فايلر بعديها نحط فاصلة نبعد نكتب تايب ونحط يساوي ونحط سترين. طبعا سترين عندنا مش بالسمول بالسمول اسف، بس اول شيء بتكون ناس بيش بالكابيتال نحط هيك. وبعدها بنحط هذه كوبي نحطها هنا في، بعدها بنحط فاصلة سوري فاصلة ونبعد، بعدها بنيجي ناخذ تبعات الانجهاد. طبعا هذا شو تبعات الدمج كونكريت تنزل دمج ضروري تنتبهوا. تحط كوبي تحط ايش اوكي، بعدها بتحط فاصله وبتبعد ضروري، بعدها بتيجي تاخذ نقطه هذه اللي هي عندنا 0 مثلا 8.6، بعدها بتحط فاصله وبتبعد، بعدها بتاخذ 0.83 اللي هي هذه. طبعا هي مش هذول مش ستيفنينج وهارنينج بين دمج دمج عشان ايش، بعديها بتحط اوكي وبعديها راسا ترجع. بس ضروري يكون عندك اباكوس 2019 وفوق، 2019 تحت كان عندي 2017 وحولت ما نفع، ف 2019 وفوق بيكون موجود فيه. هذا مهم انك تكون موضحه الصوره عندكم، هذا عشان يعمل انهيار للجسم في حال انت محتاج هذا الموضوع. يعطيكم العافيه وان شاء الله نلتقي في موضوع اخر.